بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع أهم الأخبار اللي إن شاء الله هتحصل النهاردة، زي انطلاق امتحانات شهري فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائي، وهيئة النقل العام عدلت المواعيد المعتادة خلال رمضان، والمترو هيبدأ مد ساعات تشغيل خطوطه طوال رمضان للثانية صباحا، وأخبار تانية كتير. مجموعة من الأحداث والأخبار هتحصل النهاردة، أولها إن المدارس الحكومية والخاصة هتستقبل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لعقد الاختبارات الشهرية لشهر فبراير ومارس، وهتمتحن الطلاب امتحان العربي والتربية الدينية. كمان قررت هيئة النقل العام تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في الهيئة عشان المواعيد تكون مع بداية شهر رمضان، وهتبدأ النهاردة شركة المترو مد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق لحد الساعة 2 الصبح بدل من الساعة 1 مع رفع حالة الطوارئ طول شهر رمضان. وهتحتفل النهاردة الكنيسة الأرثوذكسية بالذكرى 54 لتجلي السيدة العذراء مريم بكنيستها في منطقة الزيتون، وده بالإضافة لإقامة العديد من القداسات على مدار 3 أيام بإجراءات احترازية مشددة. والعشاء كرة القدم هيكونوا على ميعاد النهاردة مع السبت الكروي الكبير في الدوريات العالمية، والبداية من الدوري الإنجليزي والجولة رقم 31 الساعة 1:30 الظهر، ليفربول هيواجه واتفورد، والساعة 4 هيواجه مانشستر سيتي فريق بيرنلي، وتشيلسي مع برنتفورد، ومانشستر يونايتد وليستر سيتي الساعة 6:30. والعشاء الدوري الأسباني فريال مدريد هيواجه فريق سيلتا فيجو الساعة 6:30 في الجولة 30، كمان هيلتقي فريق أتلتيكو مدريد مع الأفيس الساعة 9 بالليل. وفي الدوري الألماني هيلتقي بايرن ميونخ مع فرايبورغ الساعة 3:30 العصر في إطار الجولة 28، وفي قمة الجولة هيلتقي بروسيا دورتموند مع ليبزيك. وختاماً مع الدوري الإيطالي والجولة رقم 31، فهيكون معادنا مع لقاء قوي هيجمع فريق لاتسيو قدام فريق ساسولو الساعة 6 بالليل.